السلام عليكم، مرحبتين بكم حلقة جديدة من بادمان. (16,445) حالة إصابة بفيروس كورونا و262 حالة وفاة. للأسف هذا الرقم كنا من الأول متوقعين أن احنا نوصلوا له، لأن في العالم كله تسجلت أرقام أكثر من هذه بمليون مرة. الغريب أنه طول فترة انتشار الوباء في ليبيا ما وقفتش الإجراءات الحكومية، فدرنا الحجر لمدة 24 ساعة، ودرنا حجر لمدة أسبوع، ودرنا حجر كلي لمدة 4 أيام وغيرها من الإجراءات، لكن اليوم ما فيش ولا إجراء قدر أنه يحد من انتشار فيروس كورونا في ليبيا. درجة صبر المواطن الليبي في ظل هذه الأزمات اللي يعاني منها كل يوم بدت درجة كبيرة جدا، وبدأ المواطن الليبي يعاني من كهرباء، من مية، من سيولة، من ومن 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 ومن، وزيد عليها أكيد إجراءات الكورونا أو انتشار فيروس كورونا في البلاد اللي بدأ يسجل في أرقام مخيفة. كل ما نتكلموا يبدا الحديث ديما على العصا السحريه، وين بنلقوا العصا السحريه اللي تحل لنا مشاكلنا؟ الموضوع مش محتاج اكثر من اراده وثقه وكفاءه للناس اللي تكون موجوده وتسير امور البلاد. فالموضوع اكيد مش محتاج عصا، لان احنا نضربنا بعصات الضي وعصات الميه وعصات الكهرباء وعصات 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 وعصات. اصابتك بفيروس كورونا ما هي شعار، ولا عمرها تكون وصمه عار، ولا عيب ولا حرام. اصابتك بفيروس كورونا امر طبيعي جدا، العالم كله يصاب بهذا الفيروس. العيب هو انك انت ما تلتزمش، والعيب هو انك انت ما تخافش، والعيب انك انت تكون قاعد تعاود في كلام ما فيش منه اساس، زي مثلا تقول ان ما فيش فيروس وان الموضوع كذب وان كذا غيره. عموما خوفك على نفسك وخوفك على الناس اللي معاك هو دليل على حرصك ووطنيتك. الارقام اللي قاعده تسجل في ليبيا ما تخوفش، اللي يخوف هو عدم التزامنا وممكن نضروا بيه الناس الكبيره. اعداد الوفيات هي اللي قاعده تزيد، ما عادش تشوفوا الارقام الاصابات على اكثر ما تشوفوا لاعداد الوفيات. اعداد الوفيات مخيفه نوعا ما، لان هي كل يوم قاعده تسجل، وللاسف نفقد في ناس كبيره في السن. حلقه اليوم من بادمان ما كانتش حلقه فني، وما كانش الهدف منها الحلقه نضحكوكم، على قد ما كان الهدف منها ان احنا نوقفوا توا ونعرف روحنا شنو نبوا بالضبط تجاه هذا الفيروس اللي الان موجود في ليبيا. عجز الحكومات وكثرة اللجان، وبدنا نطبقوا في مقولة اللجان في كل مكان، بدت تطبق المقولة هي ومريناش ولا حاجة. اللي نقدر نعوله عليه توا هو وعي المواطن تجاه هذه الأزمة، نلبس الكمامات، نغسل يدينا، نحافظ على أنفسنا، ونلتزموا بكل الشروط اللي مطبقة في العالم تجاه هذا الفيروس. إن شاء الله ربي يشفي.